السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بما اني بحب السمك خليت اول حاجة واول طبخة اطبخها معاكم هي السمك. هنقلي سمك مع بعض وهنخليه مقرمش ان شاء الله وناشف مش طري زي ما الناس كلها بتطلبه. وطبعا الكلام ده يعني للمبتدئين اللي زي حالاتي كده. هو السمك لسه متجمد شوية، فانا هوريكم الخلطة بتاعتي الاول وعقبال ما يفك شوية وبعدين نبدأ. يلا بينا. الخلطة اللي انا بتبل بيها او التتبيلة بتاعتي هقول لكم المكونات بتاعتها، عبارة عن ملح، كمون، وبزود الكمون قوي لان السمك كمون، وشطة، وقرفة، وليمون، وخل، وبابريكا، ورشة كزبرة. هي دي بقى ايه الخلطة بتاعتي والوصفة السر بتاعي، يعني اللي هي بحط قرفة وبابريكا وكزبرة. دي انا بلاقي الاسكندرية يعني بيحطوا قرفة، انا اتعلمت منهم الحركة دي، ويا رب تعجبكم ان شاء الله. يعني هتحسوا بفرق وهتحسوا فعلا ان السمك بيبقى له طعم جميل جدا بالقرفة. زائد برضو الرز بتاعه برضو بحط عليه قرفة. جربوا مش هتندموا. خليكم معايا يلا عشان نعمله خطوة بخطوة ونعرف ازاي بيبقى مقرمش وجميل مش طري. فأول خطوة هتبل السمك ده واحطه حوالي ساعتين ساعة حسب ما ايه ما ظروفك وقتك يسمح يعني، واللي عايز يحطه ويشتغل على طول والله العظيم عادي بينفع برضو وبيبقى زي الفل. احنا يلا هنتبل السمك وبعدين نرجع مع بعض نشوف وهو متبل. بس قبل ما تبله انا هروح اجيب فلفل اخضر او احمر المتوفر عندي يعني احطه على التتبيلة دي. شفتوا هي هتحسوا انها سايلة شوية بس طبعا مع الفلفل وكده هتمسك اكتر. هنحطه ونكمل تتبيلتنا يعني ونتبل السمك، بعدين بقى اوريكم وانا بقلي ان شاء الله ايه هي السر ان هو يقرمش ويبقى مقرمش وجميل كده. انا تبلته التتبيلة اهي ومش بملاه قوي، وبحط كده في الجوانب عشان ايه السمكة كلها تشرب طعم التتبيلة وتدوب فيها كده. هسيب بقى السمكة كده في التتبيلة ساعة ساعتين حسب ظروفي يعني. وانا بحب السمك الصغير جدا زي ما انتم شايفينها، مش بحب السمك الكبير خالص، بحس ان هو طعمه احلى، مع انه طبعا في المقلي بيتعب اكتر وكده، بس ايه طعمه احلى والله وصحي اكتر كمان، لان التاني مزارع الكبير ده بيبقى يعني متغذي على حاجات وادوية بقى وحاجات من دي يعني ربنا يعافينا. هسيبه بقى في التتبيلة زي ما قلنا ساعتين، وبعد كده نرجع نشوف احنا هنقليه ازاي السر بتاع القرمشة. بصوا حبايبي، هي دي اول تكة ان هو يطلع السمك مقرمش ولذيذ. الدقيق اللي انا بحطه ده بحط نص الكمية تقريبا نشا، يبقى اول تكة هي النشا. اقلب كده واعمل السمكة بالنشا كده كويس والدقيق وانفضها، ولما تتنفض بجيب شوية مية ثواني يعني رشة كده في ايدي واقوم ايه مرشرشة عليه مرشرشة عليه. تمام، دي كانت اخر سمكة، فانا رشيت طبعا ما ترشوش في الطبق اللي فيه دقيق طبعا عشان ما يبصش. تمام، بعد كده ثواني معايا نجيب بقى النار. احنا خلاص عملنا كل السمك. نجيب الطاسة بقى نسخنها قوي قوي لحد ما النقط بتاعت المية دي اللي انا غسلها بيها النقط ما تنشف زي ما قلنا، وبعد كده بنحط زيت كتير ونسيبه بقى يسخن جدا، وبعد كده نحط السمكة. هنحط معاكم السمك بس ايه نسيبه على نار متوسطة، مش نهديها ولا الكلام ده خالص، يعني ايه يعني مايلة للعالية يعني.
خلاص نسيب السمك وبعد كده هوريكم بقى لما اطلعه ان شاء الله هيبقى شكله عامل ازاي. وده بعد ما عملته مقرمش جدا ولذيذ جدا وبالهنا والشفا. يلا شجعوني بقى لو عجبكم وعملتوه عجبكم ان شاء الله، ما تنسوش تعملوا لي اشتراك ولايك وتعليقات بقى حلوة جميلة زيكم. يلا سلام عليكم، باي.